السلام عليكم اخوة الاخوات، انا فين كنصور دابا حاليا يعني كان معروف بالاجرام بزاف، يعني فهمتي اللي قلت لي بارك ارينا اللي يقول لك السنه الرخا، ولكن دابا ولات شويه كومين فهمتي، ماشي بحال شحال هادي. السلام عليكم الاخوه الاخوات، كي دايرين؟ صباح الامور زاهيه، الله يحفظكم ليا وتبارك الله عليكم. المهم هنايا واحد البلاصه سميتها باركارينا، يعني باركارينا مسمينا باركارينا حيت يعني كان واحد الوقيته هنايا، واحد الوقيته كان هنايا يعني فيها دوك حاطين فيها الرمله فهمتي، يعني كتمشي شحال ما مشيتي كتلقى الرمله فهمتي، كتلقى يعني دوك الطلعات ديال الرمله ولا شي ما عليناش. المهم بارك هو احد يعني هاد البارك هذا كان يعني من الباركات اللي صعاب بزاف، اللي كان يعني تيوقعوا فيه المشاكل بزاف كثير، وهنا كان يعني كيعطيو مثال، يعني كيعطيو مثال قال لك يعني هنا كتكون واقف وتتكون وسط الناس وتيديو لك حاجتك وما تدي ما تجي، كيدير لك حاجتك وهكا الدور وكتلقى بلاد موراك ولكن ما كتعرفش شكون اللي ديالك، يعني كان سميتو كان واع، كان يعني الفاك صعيب. حاليا دابا ولاو شويه يعني دايرين فيها كيف كتشوفهم، ولا كيعمروا شويه الناس، ولاو يعني دايرين فيها يعني البوست ديال البوليس وداك الشيء كيف كتشاهدوا معايا، ها هو اللي هو البوست ديال البوليس الاخوان، وهذاك وبارك راه كبير، ولكن هذا البارك هذا يعني شويه صعيب، شويه صعيب تقول لي صراحه، يعني بالنهار نورمال ولكن بالليل يقدر اي واحد يوقع عليه مشكل هنا في هذه البلاصه ديال الاخوان فهمتيني، انا كيف كتشوفوا معايا. وكان يعني صراحه الله كان شي ما كيكونوا في دوك الناس اللي تيضحكوا داك الشيء تيديروا الحلقه مثلا، تيبقى يديروا الحلقه وداك الشيء، وتنجي كيديروا الحلقه هنا في هذه البلاصه هذه، هاد الخويا هادي وضروا تيقعدوا الناس تمايا وداك الشيء. البارك هو كبير فهمت، البارك هو كبير الاخوان، عنده تقريبا شحال باب عند الاخوان. كاين واحد البلاصه اللي هي زوينه ديجا صورت فيها، يعني ديجا صورت فيها واحد البلوك، نقدر حتى دابا نمشي تما باش نكمل فيه التصوير، يعني نصور لكم شويه ديال الرسم وكيفاش دايره الدعوه تمايا. كيف كتشاهدوا معايا هنا كاين صحاب سميتو صحاب البوليس تمايا، البوست ديال البوليس حدا الباب، كاين الباب هنايا، كاين واحد الباب، كاين جوج، كاين ثلاثه تقريبا، شي ثلاثه البيبان عنده هنايا، هو كبير بزاف. ولكن كيف كنقول لكم يعني بارك صعيب، يعني من الباركات اللي حنا اللي كتقول دابا نتوما حنا تنقولوا يعني السنه الروخه، يعني البلايص اللي هما صعاب باش تمشي ليهم، اللي انت الا مشيتي ليهم خصك تكون حذاري فهمتي، يعني البلاصه ما كتقول حنا ديك البلاصه اللي مشيتي خصك تكون حذاري راسك، حتى هنايا مثلا يعني من الباركات اللي تيقول لك بنادم حذاري راسك، واخا ما بقاش كيف ما كان، كان شحال هادي نقولوا مثلا صعيب بزاف بزاف بزاف، ولكن حاليا دابا لا، حاليا يعني مازال فيه، مازال توقع، مازال كيوقع فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن كيبان حدا راسو فهمتي. هادي كتشوفو كتشوفو معايا الدراري صافي يلعبو، كيلعبو مع الحمام، حمامة بيضاء. المهم غادي نمشي باش نكمل لكم يعني الفيديو في بلاصة أخرى الإخوان، صافي غنقطع باش نكمل لكم الفيديو في بلاصة أخرى، يعني كاين واحد البلاصة اللي كتعجبني وكيف كتشوفو كنخدم معايا تحت، وهنا حاليا راه في سميتها الإخوان، هاد البلاصة هادي فيها الحوت، غير هو دابا مع هاد الشمس هادي مغنقولش يكون كيبان ولا مكيبانش، فيه الحوت الإخوان والله حتى فيه، غنوريكم نقربو ليكم هنايا، ها كيعطيهم الماكلة شتي، سميت كيلحلهم الماكلة، شتي الإخوان، شتي كيلحلهم هاد السيد هذا، المهم كنشري ماكلة هنايا على حسب الا بغيتي تعطي الحمام ولا بغيتي الحوت، غادي نقلب الكاميرا باش تشوفوا يعني الحوت اللي كاين هنا كيطلع الفوق من كربو لي الماكله الاخوان. هذا كيف تشوفوا الاخوان هنا يعني راه عامل حوت الاخوان، كي يقيو مثلا هنا الماكله تبقى يطلعوا فهمتي طالع الحوت يعني، ولكن ماشي تجي تصيدوا فهمتي، راه حاطينها تما، والحمامه هذا هو الفوياجور، الحنقور سيفر نور رفوا رفواياجور، رفواياجور انا غادي نربيها، كنربي الحمام غير زعما بغيتي ربيك الحمام ولا لقيت ما لقيت لي ربيني انا باش نربيك انتيا، حمامه حدايا انتم والله ما خايفه ما والو بالله، الحمامه ديالي فواياجور، رفواياجور سيفر نور الحنقور بغيتي نديك للطار ان شاء الله. المهم الحمام اخوان الحوت كيف كتشوفوا معايا غادي نحاول
معاه. ولكن منع الصياد، منع تصيد الاخوان. غنمشي نكمل لكم يعني الفيديو بلاصه اخرى، كاين شي بلايص اللي عجبوني فيهم بعد بعد الراس بعد داكشي، غنمشي ان شاء الله يعني نصور كيف تشوفوا. واخا كنقول هاد الحوايج هاد الاخوان يعني كيف كنقول دابا حاليا ما بقاش يعني كيف كنقولوا حنايا يعني نقولوا ولات القضيه هنا القضيه شويه ولات كومان يعني ما بقاش داك ما بقاش في ديك ما بقاش في داك الاجرام اللي كان كيوقع فيها. ولكن واخا هكاك مازال يعني من 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 البلايص اللي تنقولوا حنايا الانسان الا مشى لهم يحضر راسو فهمتي، يعني ما بقاش كيوقع داكشي اللي كان كيوقع شحال هادي. ولكن كنقولوا الانسان اللي جا هنايا يعني يحضر راسو. هنا تيقولوا مثلا حنايا باركي ارينال، باركي ارينال يعني البارك ارينال ارينال حيت واحد الوقيته كان هنا كان عامر تيديروا ليه بارك ارينال، حيت علاش كان هاد البلايص كاملين عامرين يعني الرمله الاخوان الرمله دايرين فيها يعني عامرين رمله وداكشي باش دايرين تجي هذيك ارينال يعني الرمله داكشي باش مسمينا باركي ارينال. والحوت هو هذا مشي دابا نصيد نمشي نجيب الصناره نمشي نجيب الصناره باش نصيد وندي نبيع فهمتي. موجود يعني موجود موجود الاخوان شوفوا الاخوان عند الحمام اول حاجه هو الفوياجور، فوياجور حدايا فوياجور حدايا هذا هو الفوياجور. شو كيشربوش كيشربو الماء والحوت غادي عندهم ما في الحوالي شي يعطيهم الماكله ولا شوف الحوت كيدير الحوت اللي يعني ماشي غير نقول لكم هذا الحوت هذا راه تصيد والله تصيدي جيت في قبطوني يديوك للحبس يديوك للحبس اخويا حيت هذا دايرين هنايا غير باش على حساب البارك وصافي. كل هاد البلاصه هادي عامره حوشا الاخوان كيحلف لي الحمام الاخوان حتى هو جاي حدا الحوت. واش من حوت بلبلا بلبلا الاخوان انا الاخوان يعني جيتهم يعني مرحبا بابو هذا والبوليس مورايا الاخوان هي يعني البارك هنا يقولوا كتدخل من الباب الباب هو هذا فهمتيني. الناس اللي دايرين مصورين كيصوروا في الدراري الصغار هنا غادي نحوش لكم تقريبا كامل. انا بغيت نمشي لديك البلاصه راه هي ديك البلاصه راه هي بغيت نمشي لها حيت فيها يعني شي راس مو فيها داكشي. غادي نحاول نمشي تما نصور لكم شويه وهنا كيف كتشاهدوا معايا الاخوان الدعوة كيف دايره هنايا. هذا هو سميدو هذا هو البارك الارينا الاخوان وهذا كاين واحد الباب ولكن خصني نمشي ندور ليه دوره كبيره يعني باش نصور يعني في اللي يمشي يجيب دوره ليه راه كاينه دوره كبيره باش ندخل لواحد الباب اخر باش نجي داخل داخل. ولكن ما عليناش حنا نصور لكم من هنايا هانتوما البارك هو الرسم كاين الرسم من هنايا وكاين حتى الرسم زوين من اللور. ولكن خصي يعني الباب هاد البلاصه هادي مسدوده خصي باش ندير واحد الطوره كبيره يعني المهم كنتمنى يكون يعجبكم هاد الفيديو هذا. ما كرهتش الاخوان ديروا داك اللايك ديروا اللايك لايك وبارطاجيو باش تشجعونا باش يمكن لينا نديروا يعني المجهود ديالنا ندير فيديوهات. هذا هو الفوياجور سي فانور نايس هنايا الفوياجور سي فانور الحنقور حتى هو وهذا هانتوما الاخوان هذا هو باركي ارينال اللي ما تيعرفوش. وكيف كنقول لكم الاخوان في حاله جا شي واحد توريست مثلا لبوليفيا وباغي يزور هذا البارك هذا يكون حذاري وثم حذاري يكون يحضر راسو فهمتي. عندك تسحب كراك في وسط الالمان ولا وسط الانجليز ولا وسط اوروبا خويا داير امريكا اللاتينيه ويا صعيب. ومازال باغي نعطيو بزاف ديال المفيد الاخوان ولكن ما كاينش معامل. بغينا نعطيو بزاف ديال المفيد ولكن ما كاينش معامل. نتوما تنطلبوا لكم غير ديروا غير لايك والبارطاج غير لايك الاخوان غير لايك والبارطاج يعني باش حتى حنا تشجعونا باش نديروا مجهود ديالنا ندير لكم فيديوهات نعطيكم معلومات. ولكن لا انا تنعرف يعني بالنسبه لهذو القناه عندك جوج حوايج كنتي كتهضر على الواقع وكتصور داكشي اللي كاين وتقول داكشي اللي كاين راه ما يعقلوش عليك راه ما غاديش ما كاين لا دعم لا والو. ولكن الا بقيتي تلقى عليهم السلوكيه والكذوب والافلام وداكشي
راه ما كان غير اللايك والبارطاج والدعم فهمتيني. وكاين بعض الناس كتلقن عليكم السلوكه في امريكا اللاتينيه كيزينوا عليكم بواحد الطريقه اللي هي ما كتصورش فهمتي. كاين يعني شي ناس كيزينوكم يعني امريكا اللاتينيه يعني بواحد الطريقه ما كتصورش بواحد الطريقه زوينه. ولكن داكشي اللي تيقولوا كله يعني نقدر نقول لك نقدر نقول لك واحد 90% اللي تيقولوا ما كاينش لا علاقه كله كذوب. وما عادش نقول هذا ولا هذا, انا غير كنوجه رساله حيت امريكا اللاتينيه في عادات ديال الناس اللي تيعملوا فيديوهات. ما نقولش بوليفيا, ما نقول البرازيل, ما نقول المكسيك, ما نقول الارجنتين, ما نقول انا فهموا نتوما فهمتي فهموا. وهنا الاخوان اول باب ديال الباب الدخله هذيك البيت اللي في جنبو راه ديال البوليس, هي الطوموبيل ديال البوليس مور داك سميتها الشيا الطوموبيل ديال البوليس تمايا والناس. ولكن كيف كنقول لكم هنا حذاري وثم حذاري, ماشي غير في بوليفيا الاخوان, ما يقولكم شي واحد راه على القضيه ساله وي نتفق معاك. ولكن كاين شي بلايص اللي هما صعب بزاف, كاين شي بلايص مثلا نقولوا في سانتا كروز كاين بلايص اللي صعاب بزاف تقدر تمشي فيهم, تقدر تطيح روح, تقدر بزاف ديال الحوايج. ولكن المهم غادي نقول لكم يعني دعمونا الدراري باللايك والبارطاج الله يحن عليكم باش نجيب لكم معلومات زوينه اللي كنجيب لكم ديما ونقول لكم الواقع واخا ما كتقبلوش الواقع. والله يحفظكم وتبارك الله عليكم. حتى لهنايا كملنا هذا اللايف هذا الفيديو هذا, تحياتي نتوما.